مرحبا، اليوم بدي أحضر وصفة ما بتفضى من عنا من البيت أبداً. ابني كل يوم بيأكلها على الفطور، طيبة كتير، الأطفال والكبار أيضاً ممكن يحبوها. كلنا بنعرف إنه الأطفال بيحبوا كتير النوتيلا، ولكن أيضاً كلنا بنعرف إنه النوتيلا هي عالية جداً بالسكر وبالدهون والسعرات الحرارية. أنا لقيت البديل يلي بيشبه شوي ويلي طيب كتير وبيعطينا شعور الشوكولا وشعور الحلاوة يلي نحن بنحتاجه أو اللي نحن بنطلبه من النوتيلا، باستعمال فقط 3 مكونات بسيطة وصحية يلي هي البندق، التمر، والكاكاو، بودرة الكاكاو أو الانسويتند كوكو باودر يلي بنستعملها بخبز الكيك. بضيف له أيضا المي الدافية لحتى يصير القوام تبعها طري. والطريقة إنه هي نحن أول شيء بنبلش بتحميص البندق وبضع دقائق فقط، وبعدين نقشر القشرة، بعدين بنحطها بالفود بروسيسر أو جهاز طحن الأكل، ومنضل منطحنها لحد ما تصير مثل الزبدة، بتصير مثل كأنه زبدة الفستق، هي زبدة البندق. وبعدين بنبلش نضيف لها شوي من المي المغلية والتمر. أنا بكون عندي التمر طبخته على نار هادية وطحنته مع المي، مع شوي من المي تبعه، أو جبت عجينة التمر مثل ما رح أعمل اليوم، وبحط شوية مي مغلية معه وبضل بحركه لحتى يصير القوام سهل التعامل معه. فمنضيف التمر، وبعدين منضيف أيضا البودرة الكاكاو أو الكوكو باودر، ومنطحن المزيج مع بعضه، ومنصير منعدل كمية المي لحد ما نوصل لقوام نحن منكون راضين عنه. بعدين منحفظه بأوعية زجاجية بالبراد. خلينا نبلش سوا.